فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الإشاعات وخطرها العظيم، بعض الناس يجري خلف هذه الإشاعات ويتقبلها على علاتها في المنتديات والمجالس والإنترنت. حدثونا عن خطر الإشاعة ونقل الكلام بغير تثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنه لا بد أن يكون هناك إشاعات وأخبار وإرجافات، ولكن الله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق الذي نسلم به من ضرر هذه الإشاعات وخطرها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأمرنا سبحانه وتعالى بالتثبت في الأخبار وعدم التسرع في الانفعال معها، فإن أغلبها كذب وإرجاف وتخويف من أهل الضلال والمنافقين وأعداء المسلمين، لا سيما في وقتنا الحاضر. قد جدت هذه الآلات وهذه المخترعات التي تروج لهذه الإشاعات وهذه الإرجافات، وتريد أن توقع بين المسلمين، وتريد السوء بالمسلمين. فعلى المسلم أن يتثبت في هذا غاية التثبت، لأن الإشاعات في وقتنا الحاضر وخطرها ازداد وصار ينتشر بسرعة في المشارق والمغارب، وهذا مما يوجب على المسلم أن يتثبت. وإذا أشكل عليه شيء من أمر هذه الأمور فليرجع إلى أهل الرأي وأهل المشورة وأهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الأخبار الكاذبة وهذه الإشاعات تهيج الفتنة بين الناس عموما وبين المسلمين خصوصا، فلا بد من التثبت والرجوع إلى أهل المشورة وأهل الرأي وأهل العلم في الموقف منها، لنسلم من شرها وخطرها. كم أهاجت من حرب، وكم شبت من فتنة، وكم أوقعت من خطر بين المسلمين. فعلينا أن نتثبت منها وألا نتسرع في تلقيها وإشاعتها. نعم.